ماما عندها 47 سنة ممكن تخلع النقاب، أمك 47 سنة متهالكة أو لها جاذبية؟ يعني هل أمك من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا أم متهالكة؟ لا بأس أن تضع الحجاب النقاب حينئذ، ولكن تنقبها أيضا أفضل، قول ربنا سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. وقد قال جرير بن حازم لحفصة بن سيرين: ورآها من القواعد وقد تجلببت وتنقبت، يما ما ألم يقل الله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: نعم. قال: ذلك، لكن أكمل الآية يا بني. فأكمل الآية فقال: وإن يستعففن خير لهن. قالت: يا بني، هو إثبات النقاب.